استاذ محمد يتفضل. ايوه يا شيخ، اهلا وسهلا استاذ محمد اتفضل. الحمد لله، اخبارك ايه؟ كل سنه طيب الاول. وحضرتك طيب وصحه وسلام، اتفضل. الحمد لله، برنامج انا بستناه اصلا كل يوم صراحه يعني. رضي الله عنك يا سيدي وزادك بركه ونور. بقول لك يعني انا سني 47 سنه واتجوزت 3 مرات وما كان ما حصلش خلفه. ايه ما شاء الله، 3 مرات مش 3 مرات في وانت عندك 47 سنه ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله. اتفضل. طيب موضوع الحقن المجهري انا خايف منه. موضوع ايه؟ حقن المجهري. الحقن المجهري ده موضوع جائز وليس فيه اي شيء وليس فيه اي اعتراض ولا ليس فيه اي تغيير لخلق الله. ده امر جائز وصحيح واعمله ان شاء الله وربنا يبارك وان شاء الله يكتب لك الخير، واحنا وانا والساده المشاهدين بندعي ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقك ان شاء الله. ان شاء الله، متشكرين يا دكتور. عفوا ايها القمر.